اليوم كنتواجدوا بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس تابع لمؤسسات الشيخ خليفه بدربيدا وهي مؤسسه لتذكير مؤسسه غير ربحيه وهالمستشفى اليوم كيشهد واحد الحدث اللي هو استلام حفل استلام شهاده الملائمه والمطابقه للمعايير الدوليه ايزو اللي هي ايزو 9001 نسخه 2015 وهذا هذا الشهاده كتبرز مدى الاهتمام ديال المؤسسه بالجوده ديال الخدمات المقدمه للمرضى اللي تيولجوا لهذه المؤسسه وكتدخل في واحد النطاق عام ديال واحد المجموعه من الاجراءات ومن العمليات اللي كترمي لانها تحسن الجوده في جميع القطاعات المتعلقه واللي كت... كيمكن لها تدخل في الجوده ديال ديال في جوده الخدمات المقدمه للمرضى علما بان المستشفى حاصل على واحد الشهاده ديال الجوده اللي, كتتعلق اللي, HQE اللي كتعلق اللي هي اش اللي اللي هي لا كاليتي وما الى ذلك وهذا الشيء كله كما قلت في السابق تيرميل اننا نسدي خدمات في واحد الخدمات للمرضى المرضى اللي المؤسسه ديالنا في الاطار ديال الجودة عاليه في الاطار ديال الامن الصحي وبما بما في ذلك ظروف الاستقبال وظروف العنايه بالمرضى الذين يلجون الى مؤسستنا اليوم نحن متواجدين في المستشفى الجامعي الدولي محمد السادس من اجل تسليم شهاده الجوده للمطابقة الدولية 9001 نسخة 2015 هذا كيدل على المجهود التي قامت به المؤسسة فيما يخص التوافقات وفيما يخص الالتزام بالإجراءات اللازمة في هذا المجال ونبغي نوهو بانه هذه المؤسسه دارت واحد المجموعه ديال الاجراءات واحد المجموعه ديال العمليات اللي سمحت لها انها تنول هذه الشهاده بفخر وحنا كمؤسسه دوليه المطابقة عند تسليمنا هذا النوع ديال 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 الشهادات الا تاكيد على واحد الاستراتيجيه اللي توجهت فيها المستشفى داخل في اطار ما يسمى استراتيجيه ديال اعاده النظر في المنظومه ديال ديال الصحه في المغرب اللي هي استراتيجيه ملكيه وفي هذا من هذا المنبر انا كنشكر المؤسسه على المجهودات اللي بذلتها وكنحيي جميع الطاقم اللي خدموا على هذا على هذا البرنامج ونتمنوا لهم حظ موفق